560 شكاية المحامي، يعني ايه حالات المحامين يعني متواصلة، وهذا مش معقول. يعني هذا يدل على هذا ناتج عن المحامين بقدر ما يكون هو حملة ممنهجة ضد المحامين. يمكن البناء عليه السادة القضاة، ونحترم السلطة القضائية ونحترم القانون، ونريد أن يتم احترام المحاماة وأن يتم احترام المحامين عند قيام بواجبهم. هذا المغزى من وجودنا اليوم في هذه المسيرة. اختلفت بالفساد القطاعات هي في سلك القضاء اللي تم استعماله من طرف نظام بناني لقمع الحريات وسلب الحقوق وسجب المناضلين في السجون. واضح استاذ مطرش الكلام هذا رساله اليوم للقضاة. احنا من قبل الثوره بعثنا رسائل للسلطه القضائيه وطلبنا باستقلال القضاء، مش اول مره، لان الموقف هذا يزيد ياجج الصراع اللي بيننا. علاش ياجج؟ احنا محامين ندافع على لسان الدفاع، مش ندافع على المتقاضي، بحكم انه شرط من شروط المحاكمه العادله هو انه يكون عندك دفاع قوي، وهذا ما نجم يكون الا بتطهير القضاء والا بتحقيق استقلاليه فعليه للقضاء، مش استقلاليه اللي يحبوها هم. اليوم القضاء مش مستقل؟ لا مش مستقل، ويحب له دهر مش يستقل. ما يستقل القضاء الا مع التطهير من تجديد. العداله الانتقاليه نجم تطهر القضاء؟ غير كافي. كان بالامكان حل السلطه القضائيه مثل السلطات الاخرى بعد الثوره، السلطه التنفيذيه والسلطه التشريعيه تحلت، بقيت السلطه القضائيه فقط. ملفات الفساد اليوم في سلك القضاء ما زالت ما فماش جرأه لحلها. وقع اعدامها وقع سرقتها من طرف اللي كانوا موجودين يحموا وزاره العدل، وانتم تعرفوا هذا. وانتم تعرفوا انه الانتخابات جت بعد فتره عام تقريبا ما بين الثوره والانتخابات، في الفتره هذيك وقع التلاعب بكل ملفات الفساد نتاع القضاة اللي كانوا موجودين في وزاره العدل. الحل اليوم حسب رايكم انتم؟ تطهير القضاء.